اكو عمل مسبق بدأ في مشروع طريق التنمية، ما يسمونه طريق التنمية القناة الجافة، زين، وبدأ من موانئ العراق. موانئ العراق ذهبت في أحضان دولة مطبعة ولها شركات ولها شراكات اقتصادية كبيرة مع شركات الكيان. لو لاحظنا اتحاد أرباب للصناعات الإسرائيلية يضم أكثر من 2000 شركة، منها حكومية وأهلية في الكيان. هاي الشركات دخلت في تفاهمات مع دولة الإمارات، موانئ أبو ظبي، نعم، وشركات أخرى منذ سنة منذ 9 ديسمبر 2020، يعني بعد التطبيع بفترة وجيزة. ورأينا موانئ العراق تذهب إلى الإمارات بشكل جدا قوي. لا بس يعني حتى المشاهد البسيط توصل للمعلومة، يعني شنو موانئ العراق تذهب إلى الإمارات؟ في عقودها الآن شراكة في التشغيل والإدارة والتطوير مع من؟ نعم، مع الإمارات. المفتية إلى الإمارات، هذا قديم جدا، أقدم من هذا الوضع. عندك اليوم ميناء الفاو، عندك بقية الموانئ، أكو تأثيرات كبيرة في هذا المجال. اليوم ميناء الفاو، من الذي دخل على عقود الشراكة والمشاركة في التشغيل والإدارة لفترة طويلة من الزمن؟ مع من وقع العراق؟ مع من؟ مع الإمارات. نفس موانئ الإمارات التي وقعت مع إسرائيل وتوقع مع الكيان بعقود مع اتحاد أرباب. أستاذ حسين، يعني أنت تريد توصل بطريقة أو بأخرى أنه على سبيل الفرض أنه الإمارات هو جسر لتمرير مشروع إسرائيلي؟ نعم، بالعراق؟ نعم. لا مو بس هذا، أريد أقول لك موضوع أنا ما رضيت أقول لك إياه قبل الحلقة، أنه الإمارات وقعت عقد مع الكيان، نعم، لنقل النفط الإماراتي وعن طريق إيلات، عقب إيلات سنة 2021، وبنفس الاتجاه الذي سوف يذهب به النفط العراقي. عن أي طريق نحن نسأل؟ عن أي طريق؟ احنا هنا نحط شبهات كبيرة. لماذا أنبوب البصرة؟ لماذا من البصرة؟ لماذا ليس من السماوة؟ وفيها حق نفطي ضخم جدا اكتشفته لوك أويل الروسية. لماذا ليس من النجف؟ لماذا ليس من كركوك؟ لماذا من البصرة؟ لماذا من البصرة؟ لأن أكو ربط بين دول التطبيع، محور التطبيع قطر والإمارات من ذلك الجانب، وهناك أنبوب قطري يدخل إلى العراق لنقل الغاز إلى أوروبا عبر تركيا. كيف سيصل النفط الإماراتي إلى الكيان؟ وفي نفس النقطة التي يصل فيها النفط العراقي. هو ايش قد حجم الاستهلاك اللي من الممكن موجود بالكيان حتى يسوون هاي الهوسة كلها نفط إماراتي ونفط عراقي؟ الموضوع مو استهلاك، الموضوع هو اليوم يجرك إلى تطبيع ويجرك يعني يحاول جر هذا المجتمع بغض النظر عن الحاجة، بغض النظر عن يعني الحاجة، يعني يجير المشروع لأسباب أخرى، لأسباب أخرى. بالإضافة إلى ذلك، اليوم الكيان وغير الكيان لا ينظرون إلى المواد الخام في الاستهلاك، هي تحويلات إلى 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 بتروكيماويات أيضا، يعني أكو أشياء لها كثيرة، ولكن الموضوع هو تطبيع أكثر من ما هو نفط. يعني احنا همين رايحين بطريق تطبيع، وهمين خسرانين فلوس، وهمين مصانع بتروكيماويات ما مبنية بالعراق حسب ما ذكرنا بالحلقة السابقة. نعم، ايش تنسوي برواحتنا احنا؟ احنا قاعد نبيع البلد تفصيخ. اليوم المسؤول قاعد يبيع البلد يعني تفصيخ. هي قبل من الممكن او قبل فترة كانت انه يعني نقول انه الامثال تضرب ولا تقاس، يصير تعبير مجازي، بس اليوم هو حقيقة. حقيقة حقيقة.